هنا داخل هذا السوق وعلى أطرافه يباع ويشترى السمق العربي الذي يعتبر واحدا من أقدم أنواع التجارات في الصحراء، حيث كان بضاعة رائجة في موريتانيا ما قبل الاستقلال. وفي عهد الدولة المعاصرة عملت سوني ماكس على تصديره للخارج قبل أن تتخلى الدولة عنه للخصوصيين الذين يستوردونه اليوم من عدة ولايات داخلية. يجي من عدة مناطق موريتانيا، يجي من عدة مناطق موريتانيا، يجي من السيدي بابي ويجي من روسو ويجي من الحوضين. غير اجود شي فيه اللي قالوا لك السيدي بابي، وهو اللي الغبايه اللي كام وصدر شور السعوديه وشور الامارات وشور فرنسا وكل اللي بدا يقيس. وجود اقتصاد عندنا اللي قالوا لك قالوا توه قالوا انه يجبر تحسينات يعود يندار بصوره جيده، ياك نعود نعود نستثمروا اكثر. نبتة القتات الطيبة من أقدم النباتات التي استخدمتها المدارس الطبية الشنقيطية لعلاج الأمراض، خاصة منها أمراض الكبد والفشل الكلوي، كما تستخدم في المستحضرات الطبية الحديثة. الصمغ العربي ومن أقدم العلاجات اللي استخدموها الأطباء قديما في الشفاء من عدة أمراض، حديثا أصبح يستخدم حتى في المستحضرات الطبية الحديثة، وعندها ياسر من العلاجات اللي تدخل فيها، منها أمراض الصفراء كامل، أمراض الكبد تعتبر من العنصر الأساسي فيها. فيها دراسات أخيرة خلقت فيما يتعلق بأصحاب العجز الكلوي والله الفشل الكلوي، وطبعا الدراسات فرنسية عنهم اكتشفوا عن الناس اللي كانت تدياليزي تعدل تصفية عدة فترات متكررة عنهم باستعمالهم للعلك انها سنت تنخفض نسبة حاجتهم للتصفية. تختلف أنواع السمق العربي ويتفنن الأطباء في بيان أكثرها فعالية، حيث تنص مدرسة أوفا في الجنوب الموريتاني أن السمق القتات أفضلها، إلا أن استخدامه يجب أن يتم بطريقة خاصة. يستخدموا العلك القتات اللي هو علك كيروار، ويال تعود فيه مجموعة من المواصفات، الصفة الأولى يال تعود أبيض، ولا يبغوا استخدامات ني يختاروه لا يمسس شوي عود في تراب حامية مديورة فوق نار والله شي يدخل في ذاك العلك ينشوى شوي يغني شوى مع احتفاظه البياض عود بيض. من عدة الاستخدامات اللي هون السيئة اللي عادت الناس مكثرة فيش يقولوا له الجفة، يقبلوا اللبن ويديروا معاه العلك ويخضوه حتى ويشربوه، إذا من ناحية طبية ما يتواسب. بعدما كان وقود الحروب في بلادنا قبل الاستقلال يتحول السمق اليوم إلى عنوان سلام وبلسم جراح لا قنا للموريتانيين عنه. لقناة الوطنية نفيس متبن واكشوك.